أتمنى أن تتقبل هاي الهدية من عندنا ولو هي أقل من واجبكم. أرجوك دكتور منير لما نقبل رشوة. لا 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 لا, لا, لا أرجوك، إحنا هذه القضايا بعيدين عنها. حاتم صار صار حاتم تفضل انطيني شدة. حاج ما افتهم شو الموضوع. انا امام الله بعت لك الشكليات الشدة، ابتعدنا عن الرشوة والحرام الحمد لله. فضل حاج بعد شدة؟ لا هاي ضيافة من الحاج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني شاهدت هذا المقطع القصير للممثلين المبدعين أياد راضي وماجد أبو زهرة، الله يوفقهم لكل خير إن شاء الله. إخواني رغم أنه هذا المشهد ظاهره مشهد كوميدي ولكن باطنه مأساة كبرى، باطن هذا المشهد مأساة كبرى. هي شنو المأساة؟ المأساة التي عانى منها كل البلدان وخصوصا العراق، وهو شنو؟ استغلال الدين من أجل تحقيق المصالح الشخصية، المصالح الدونية، المصالح التي بطنت تحت غطاء شنو؟ تحت غطاء الحيلة الشرعية، الحيلة الشرعية هاي اليوم التي تنخر بالمجتمع. أشوف كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب، ده مثل مصري بيقولوا كده يعني. بس أنا شايف لي واحد ينطي حيلة شرعية للصوص. إيش رأيك نقدمه شيخنا العتابي؟ إيش رأيك؟ السمعة ما أنت خسران، اسمع هذا الرجل حتى تشوف هذول اللي يعني يتلبسون بالدين ويعطون حيل شرعية للمجرمين واللصوص. يا ريت تحاكيه إنه وتقول له شيخنا ما يجوز تحتال على الشرع شيخنا، ما يجوز جوز. ما علينا، تفضل شيخنا حاكينا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. إخواني يسأل السائلون يقول هسه أني أريد أتوب، أنا فلوسي جبتها من يوم وعيت على الدنيا واليوم الله كله حرام بحرام، آكل حرام هسه من البوق، من تجارة باطلة، من مثلا بيع شيء محرم، مثلا لم فلياساته كلهن منين؟ من الحرام. والله سبحانه وتعالى لين قلبه، هدى قلبه، صار لسبب من الأسباب راد يتوب وراد يطهر فلوسه كلهن. ركز عيني وياي، هل هاي المرة شنو فلوسه كلهن شبيهن حرام؟ شلون يطهر فلوسه؟ يروح يسلمهن لمن؟ للمجتهد، للمرجع اللي يقلده. قل لأبويا ذن فلوسهن، بقى فلوس ذني تصرف بهن، ويطلع من الحرام، ينسلخ من الحرام على قولتهم كخروج الشعرة من العجين، يطلع روحه منين؟ من الحرام. شلونك مولانا شهيد العتابي عتوبي أبو علي؟ شلونك عيني؟ شفت هذا المعمم؟ هذا المعمم شفته ينطي حيلة شرعية للصوص. يقول له أنت سرقت طول عمرك وحبيت التوب، شيل فليساتك ووديها للمرجع، مو ترجعها لصاحبها، مو ترجعها للمكان اللي أخذت منه، لا 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 لا، وديها للمرجع هو يتصرف بيها برأيه كما يشاء مولانا. شفت شلون تحتالون على الشرع؟ شفت شلون تلعبون على الشرع والدين؟ شفتوا المنافق والكذاب والدجال والحيال اللي مثلك ينسى فيديوهات السابقة إش قال ما قال، ويجي واحد أصلع مثل حالاتي ويطلعها عليه ويقول له تذكر يوم تنطي حيل الشرعية للصوص وتقول له أخذ الفلوس اللي سرقتها وديها للمرجع، وش ينطيك منها المرجع؟ هذا صار حلال. شفت شلون يا أيها اللصوص الدجالين؟ لأن دينكم باطل،
فكل منهجكم باطل وكل كلامكم متناقض مع الآخر. ربما يسأل سائل أصلع مثلي يقول طيب يا أثير هو قاعد يقول له أخذ الفلوس ووديها للمرجع، هو شنو استفاد؟ أول شيء هو وكيل للسستاني أو مندوب للسستاني، هذه واحدة. ثاني شيء هو يسكن في ولاية بعيدة عن السستاني مئات الكيلومترات، فلما يجي لص يريد يتوب ما يروح لش اسمه، عندنا الشيخ شهيد عتوبة أبو علي أشيل الفلوس هو يأخذها بمعرفته وأمانته وثقته يوديها للمرجع. شفت شلون مولانا؟ فكر بس، شغل مخك. وأخيرا يا أعداء سفينة المباركة، حطوا لي لايك واشترك بالقناة إذا كنت ما مشترك، وتعالوا يا أتباع الدين العفيري أخذ لكم صورة جميلة جميلة تراثية للتاريخ، ما ندري ايش يصير في الدنيا جماعية. تحياتي لكم.